طيب بقول لكم ايه، انا كمان سمعت ان اغنيه القلب الابيض اللي عملتوها مع بعض كسرت الدنيا. عايزه تسمعيها يعني ولا انت عايزه مننا ايه دلوقتي؟ شهوان ده على طول والله تطلبها في الاف ام باهداءات. ليها قصه برضو الاغنيه دي. يا دي القصص. ما هو اتنين صحابي قبل اكيد مين زحلقكوا المره دي؟ لا مش لا لا ما حدش زحلقنا خالص. القصه دي ايه؟ منى عدلي القيعي الشاعره العظيمه الجميله اللي احنا بنحبها جدا 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 جدا. كنا عاملين اغنيه عن الكورونا. فالاغنيه دي كان دمها خفيف قوي. فكلاني طبعا قاعد معايا على طول سمعها. قال لي الله يا بوب الاغنيه دي حلوه جدا بس احنا مش هنلحق ننزلها في الكورونا وكله في ناس نزلت اغاني. كنا فاكرين الكورونا هتخلص. وهتخلص ومش عارف ايه، تعال نغير كلامها ونعملها الاغنيه. عملناها الاغنيه دي. طب تعالوا بقى نسمع الكورونا. عندكم الكلمات؟ لا ممكن تدينا الكلمات من عندك. تبعتها لك من البرينتر اللي تحتي. اموت انا والله. اما ده كان حته مقلب لبسوا الكوكب كله يا بيه، والعالم بقى كده متكهرب من غير ازاي انت وليه. يلا اهي زي العادة بكرة هنقول لها سلامات، ما احنا عادتنا المعتادة بتفرفش بعد الأزمات. كده هتعدي وكده هتعدي وادينا بنقطع اسمه حياة، ثانية تسخف عشرة تلطف، ده احنا بتوع كله على الله. يا ما دقت على راسنا بدل الطبلة كانوا طبول، وعدنا على سنجة عشرة ولا بيحوق فينا الغول. بكرة هننزل نتمزمز وحنحضن بعضنا ونبوس، وفي عزومتها كانت هنغمس وهنفرح صح لما نعود. كده هتعدي وكده هتعدي وادينا بنقضي اللي اسمه حياة، ثانية تسخف عشرة تلطف، ده احنا بتوع كله على الله. كده هتعدي وكده هتعدي وادينا بنقضي اللي اسمه حياة، ثانية تسخف عشرة تلطف، ده احنا بتوع كله على الله. لا تحفه تحفه تحفه. انا لو منكم ابعتها للدكتوره هاله تحطها كول ويتنج للوزاره. واتش ات.